القدوس أهد أملاك آمين. نقحو أب إمناتكم تصنعو سابوت كنو برتعو كل قبركم بفقري قبرو. قدامي كورنطوس عسرت شدشي عسرت سلسته لب ولداوي منفساوي سنة صحوف قدامي كفال. صحفت زيا بالبول داوي أكرار باز قربت كينا سعبينات فقر جنزبن مقرات من فساوي هوتن النار آيات نتوم ندوك أم نربح خولو كابز خوان يكون من فساوي أقول جلز لعمق فولدن أب أم نتوم صنع زي كونو تمر تسنبتن إن جسد سات ناب إن تقربها تقوان عربي نايم شاتيو كباب ساعة حمشة بيلي إنيرو كم تلومد كلنا من إسايات عبالات بيت مرتسنبت قال إجزاء بيهر نمهارن مزمور نمن لما مادن تأكبنا نبرنا نخفتي تسقلت جميرنا أفرك مسبت أحناقنا بهم دبت أزيزة سنبت دمسي أما أخلنا تسمعي حان تقدمي حجر إنا زين فلت بدقي آزي سحاب ملكع زلوا قرزو بعبي دمسي إناق عرات نامري تصح إلا كتو الدغر أخوة دارقاز بزحنا سنبيدنا تسقلتنا قهرزنيو بدحرزي أربعة دياب قناة تسكيموم نابكال خفلخ وصدوا أبيك أشي أمل كتلو نساتهم دما تسكيموم كان مأخل قبائي أو تسيوم نبينا أتصموز ولا نفاس كتر خبرلو اتخيل كفلو السدوة حانتا أدوون نبعات كاب عينا جرب رب نابلي تخطي لون أم وطع دحيري كم زفلتكو أدناي زحامي مازلا قوال مخانن أبويك الشدما ننوح قزيه قبل علقتا حامي ماز نبرت حفتنا داويت انا دقومو بمثلاي نابلبا كنت ملس قبروا بدحرزي ابيك اشين عنان كمهرنا نصبي امسلز نبرنا ما يدقمي هي وموا نابانا تمرسو اتامن اسي اب كمز عدميا برخوصات منافس مت حزان ناي اديا بخياتن ريوم مخال سلسة انو عينهم بنبعات قصر صر النابلئهم مسيومنا جنا تمرتخن جمر مسبولو بهندبت اتنعد ببخيات بحزن اعنتن دم مسيلو نبعات معقورتن انات حسبي كم مريم بعلتش انا اقرم خلاتنا اقرا ابيك اشي تدفي انت ناسح ابونا بتقبارات سلست سانا بودو بقلطف كابت زولا قولو مريت اتنسيوم مسك الكسالة مواهبون اتنا دقنا بزفت صومو احاتيات فتصوم تتعيسن نعنا وين ممهر من تخوننا بزعباتي كناتات كمزئنا بلا الزرزيرا نقران زومدك اي ملبمي اي قبركا ملبمي اي خلاخا كمزبهال ازهيواتنا تينا يقوالين ملبمي يخونكم قوالي كافز انتا بيتكرسيانك تعبير لي من ناس لازن وركو قال إجزابير إنا تمهارتي يعني أقمي هوان مسبت صحت قنا قنزب سلسة ساعخو نحدن عا زي مسل بزيكا قنزب أكو أملاق زلو زي مسلو هفتام سماي كتمرع قديدين زخول زقبر كل ما نبع علي قنزب سلسة ساعخو مبر نعا حاليات هاي نبرا اتتسقلوتن فرهاتن إجزابير زي بلو حدار اتسلام زهادمو قيوقان بأسن زمو قد حدار عرس لزد عماد ما نعوو قريفا دقة دقة اختب الجمرة ألايس لسا أنا الدما قزئتنا يدراغون
አልኮላው መስተን ኮነ አንድማ ተፈውሰ እና ቦልቁ አፍቆዶ እንዳ ጠምቀልቲ ከኸይድ ጀሚረ ለተኻኡ ዘምጻላ አፋውስ ድማ መመሊሱ ኻል ዝገደደ ሕማ መንፈስ ከም ተሐድር ገይርዋ ሕጅግና ዓቕሊ ምስጸበኒ ኣማራጽ ምስሳኣንኩን ውሽጠይ ብዝገበርኩ ሓጢኣት እናወቐሰንን ኣብራኸ ይውን ራዕ ራዕ እናበለኒ ናብዚ ቅዱስ ቤት ክመጽእ ተገዲደ እዞም ደቀይ በጃኹም ነዚ ሒዝኩምዎ ዘለኹም ጉዕዞ ኣጽኒዕኹም ሓዝዎ ጽንዑ ኣብ እምነትኩም ጽንዑ ብምባል ደጋጊመን ምስ ተማሕጸናና ኣብ መንጎ ነብዓት ሲዕርወን ገጸን ብነጸልአን እናሸፈና ሓዲገናና ናብቲ ጓይላ ጓለን ዘላቶ ክፍሊ ተመለሳ ብድሕርዚ ኣበይ ቀሺ ተመስገን ኣምላኽ ኣበዊኔ ንዳዊት ካብ ዝሙት ንጴጥሮስ ካብ ክሕደት ነቲ ብየማንካ ተሰቒሉ ዝነበረ ሽፍታ ድማ ካብ ኩሉ ግብሪ ሓጢኣት ኣንጺኻ ንስሕኦም ዝተቐበልካ ኣምላኽ ኣቦታትና እግዚኣብሔር ናትና ናይ ባሮትካ ንስሐ እውን ተቐበል በዚ ዕለት እዚ ንዓና ደቅኻ ምእንቲ ክንምሃር ነዘናደ ስለ ዝሰደድካልና እውን ነመስግነካ ብምባል ንኣምላኽ ድሕሪ ምምስጋን በሉዞም ደቀይ ሎሚ እግዚኣብሔር በዘናደን ጓልን ገይሩ ብዙሕ ምህርና ኣሎ ብፍላይ እዘናደ ኣብ መወዳእታ ደጋጊመን ዝተዛረበ ኣቃል ኣስተውዒልኩም ላዶ ኢሎም ሓቶትና ንሕና ድማ እታ ኣብ መወዳእታ እተናደን ደጋጊመን ዝተዛረበኣ ኣብ እምነትኩም ጽንዑ እትብል ቃል ኣብ ልብና ከም ደወል ክትሃርም ስለ ዝነበረት ወቦና ዝተውዕልና ኣላለና ጽንዑ ኣብ እምነትኩም ጽንዑ እየን ኢለናና ብምባል ነቦና መለስና ኣሎ ኣቦና በቲ ንብዓ ዝቖፅረ ዒንቶም ናባና እናጥመቱ ፈገግ ድሕሪ ምባል ግርም ዞም ደቀይ ከምቲ ኣቦና እዮብ እግዚኣብሔር ብሓደን ብኻልእን መገዲ ይዛረብ ሰብ ግና ኣየስተውዕልን እዩ ዝበሎ ኸይንኸውን ንዅሉ እንርእዮን እንሰምዖን ክነስተውዕሎ ይግባአና እዩ በሉ ሎሚ መዓልቲ በዝእዘናደ ዝተዛረበ ቃል መሰረት ጌርና ኢና ክንምሃር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ዝሰደደሎም ቀዳመይቲ መልእኽቱ እውን ከምዚ እዩ ዝብል ንቕሑ ኣብ እምነትኩም ጽንዑ ሰብኡት ኩኑ በርትዑ ግብርኹም ብፍቕሪ ይገበር እወዞም ደቀይ እዚ ዘመን ንቕሓስ ዘድልዮ ዘመን ስለ ዝኾነ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ንቕሑ ክብል ኣዚዝና ምኽንያቱ እዚ ዘለናዮ ናይ ህልቀት ዓለም ዋዜማ እዩ ኣብዚ ዋዜማ ናይ መወዳእቲ ዓለም ብዙሓት ጠንቈልትን ሓሰውቲ ነቢያትን ብስመይ ክመጽኦም ሰብ ፈታዊ ገንዘብ ክኸውን ሃይማኖት ብኽሕደት እናተሸፈነት ሓሶት ካብ ሓቂ እናደመቐት ክትመጽእ ምዃና ቃሉ ነጊርና እዩ ስለዚ ሓሚምና ናብ ሓቀኛ ማይ ጸሎትን ናብ ቤት እግዚኣብሔርን ደኣ ክንከይድ ይግባአና እምበር ናብቲ ናይ ሰይጣን ስራሕ ብጋህዲ ዝረኣዮ ናብ ጠንቋልን ናብዞም ንፉስ ኢና እናበሉ መስቀል ጨቢጦም ቆቢዕ ደፊኦም ሰባት ዝእክቡ ሓሰውቲ ነቢያት ክንከይድ ኣይግባአናን እዞም ደቀይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሓሰውቲ ነቢያት ተጠንቀቑ ቈርበት በጊዕ ተኸዲኖም ካብ ዝመፁ ተዃሉ ተጠንቀቑ ብምባል ቈርበት በጊዕ ማለት መስቀል መጽሓፍ ቅዱስ ስም ኣምላኽን ስም ቅዱሳን ዋላ እንተጸውዑ በዚ ኽንዳናገር ከምዘይብልናን ክንስዕቦም ከምዘይግባአናን ኣቐዲሙ ነጊርና እዩ ብዛዕባ ጠንቈልቲ ድማ ነቢይ ኢሳይያስ ከምዚ ይብል ኣነን እቶም እግዚኣብሔር ዝሃበኒ ደቅን ኣብ ከረንጽዮን ዝነብር ጐይታ ሰራዊት ኣብ እስራኤል ንትእምርታት ንተኣምራትን ኮይንና ኣለና ነቶም ብሕሽኽሽኹን ብሰላሕታን ዝዛረቡ ጠንቈልትን ኣስማተኛታትን ጠይቑ እንተበልኹም ንስኻትኩም ከዓ ህዝቢ ዶ ንኣምላኹ ኣይሓትትን ብዛዕባ ህያዋንከ ንሙታንዶ ይሕተት እዩ ኢልኩም መልሱሎም እዩ ዝበለና
ቅዱስ ዮሐንስ ድማ በዛዕባን ጠንቆልትን ሰዓብቶምን ዝረኸቦም መከራ አብራዩ ከምዚ ይብል እቶም ጠንቆልት ግና ግዲኦም ኣብተሓዊ ዝነድድ ቃላይ ብምባል ፍጻሜኦም ገሃነመ እሳት ከም ዝኾነ ይነግረና ስለዚ ድማ እዩ እዚ ሃዋርያ ንቑሑ ዝበለና እሞ ነዚ ዘመን ንቀሓሉ ዞም ደቂ ትሰምዑኒ ደለኹም ብምባል ኣቦና ኣስተምሃሩና ልቢ ወለዳዊ መንፈሳዊ ስነ ጽሑፍ ንቑሑ ኣብ እምነትኩም ጽንዑ ሰብኡት ኩኑ በርትዑ ኩሉ ግብርኹም ብፍቕሪ ግበርዎ ይቐጽል።